برحب بالأستاذ الدكتور هاني عبد المؤمن، أستاذ ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بطب الأزهر. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم حضرتك. دكتور هاني، طبعا احنا عايزين دلوقتي نتكلم عن الجزئية الطبية الخاصة بالتوعية الطبية والعلاج. مرض السكر هو مرض مزمن، وفي العديد من أهالينا مصابين بقدم السكري اللي احنا النهارده اللي احنا بنتكلم عنه. فعايزين نعرف النهارده الجزء الطبي بيقدم ايه بالتعاون مع المؤسسه. هو حضرتك القدم السكري، يعني مثلا في العيادات عندنا اغلب المرضى لو جينا نحصر مثلا كام مريض سكر داخل عياده، لا ابالغ ان قلت انه ممكن يصل ل 50% من مرضى العيادات الاوعيه الدمويه عندهم سكر. ده اول حاجه، 50% يصل ل 50 نسبه كبيره جدا. نسبه كبيره جدا. وفي الغالب بيبقى اكتر من او اكبر من سن ال 40 وال 45، اعلى من كده، فنسبه كبيره جدا. وعندنا اكتر حاجه بتاثر فيه اللي هو القدم السكري. تمام، يعني السكر دايما معروف الخطوره الكبرى بقى، الخطوره الكبرى اولا هو السكر ده سيستميك ديزيز، بمعنى ان هو بياثر على جميع اجهزه الجسم. واكتر حاجه بتبقى القدم السكري. مشكله العيان بالنسبه لنا في القدم السكري ان هو مش حاس باطرافه، بيحصل له التهاب في الاعصاب الطرفيه وبالتالي مش حاس بالاطراف، فالعيان ممكن يحصل جرح ويدوس على مسمار، يدوس على اي حاجه يحصل له جرح، ورغم ذلك لا يتألم، ما ياخدش باله، يعني حتى باله. الألم مش بيبقى حاسس بيه. بالظبط كده. الحاجة التانية إن المناعة عندنا، مناعة السكر بتبقى قليلة جدا برضو بسبب تأثير السكر على الجهاز المناعي وعلى الأوعية الدموية. فعندنا أكتر مشكلة، يبقى هو مش حاسس وفي نفس الوقت في التهاب شديد في الأعصاب. الحاجة التانية الجهاز المناعي بتاعه ضعيف جدا، التئام الجروح عنده ضعيف جدا، فلا قدر الله الحاجات دي إن ما اتعالجتش، أو أي مشاكل في القلب السكري ما اتعالجتش بسرعة وباهتمام، ممكن تصل للأسف لبتر، وقد يصل بتر عالي فوق الركبة ويبقى يسبب عجز العيان. طيب هنا بقى بيجي دور التوعية. خلينا نقول التوعية الأول وبعدين نقول لما بيحصل بنعالج إزاي. طيب. التوعية بقى بتبقى إزاي؟ يعني أنا دلوقتي لما أجي للدكتور المفروض أسأله على إيه؟ ايه اللي المواطن يساله للدكتور وهو بيتعالج من قدم السكر؟ هو بالنسبه احنا دايما عندنا تعليمات مستديمه لمرضى السكر، دايما نقول له خلي بالك لازم تبص على رجلك كل يوم، يشوفها ما يحسش بيها. دايما يخلي باله وهو بيقصقص الضوافر عشان ما يجرحش نفسه، ما يمشيش حافي خاصه في البيت، وده مشكله كبيره جدا، في دبوس في الارض، في حاجه تجرح، حته قص الضوافر دي نقول له خلي بالك منها دايما، لانه ممكن يجرح نفسه بالقصافه ومش واخد باله. التينيه بين القدمين نقول خلي بالك منها برضه. دايما لابس شراب باستمرار، يغسل رجله دايما بميه بانتظام ونشفها كويس عشان الفانجل انفكشن والعدوى الفطريه. وتعليمات كتيره. طيب ده الاكل والشرب يا فندم. الاكل والشرب بننصحه دايما يخلي باله ان هو يظبط السكر على طول، دايما اكل والاكل والشرب بتاعه بحيث ان هو ما يعليش السكر، وخاصه ان هو يواظب على الادويه بتاعته سواء الاقراص او الانسولين. لو حصل اي جرح لازم نعمل شيفت في الاقراص للانسولين عشان ربنا يكرمه والجرح يتحسن. طيب بنقول له لو حصل جرح هتعمل ايه؟ ننصح المريض دايما بقول له لو سمحت ما تبقاش طبيب نفسك وما تعالجش نفسك، حصل اي جرح استشير الطبيب فورا علشان في تعليمات وفي ادويه معينه لازم تاخدها. تمام. طب لو حصل الجرح ده هو يعمل ايه؟ بالظبط كده. لو حصل الجرح بعد استشاره الطبيب احنا بنقول له لازم نضع العيان على حاجه اسمها تشارت، بمعنى ان احنا لازم نحطه ونعرف هو في انهي مرحله. الان حصل مثلا في جرح والاوعيه الدمويه بتاعته كويسه، ده له نظام. جرح والاوعيه الدمويه فيها مشكله، طب لو فيها مشكله بنعمل اشعاعات وتحاليل بحيث ان احنا نقدر نصلح الدم ده ويصل للاطراف. في بعض المرضى بيتعمل لهم توسيع بالبالون وتركيب دعامات، بعض المرضى بنركب شريان صناعي او حاجه زي كده، ولحد ما نصل الى جزئيه ان رجل المريض الدم فيها كويس. وصلنا الدم كويس خلاص، يبقى احنا كده ممكن نعلمه ازاي ياخد يغير في البيت، او اي حد تبعه يغير في البيت بحاجات معينه، وبنستخدم اجهزه معينه مثلا بتقلل الصديد زي الفاك والكلام ده كله، وبياخد ادويه معينه ومضادات حيويه قويه غير الادويه العاديه. تمام. لحد ما يصل الى جزئيه ان الجرح يخف ان شاء الله. طيب الجرح من القدم بالقدم السكري بيشفى تماما؟ ممكن يشفى تماما؟ ممكن طبعا. تمام. لما يلتزم بقى بالتعليمات دي. القلم السكري عشان يشفى لازم محتاج اكتر من حاجه، اول حاجه ان تظبيط السكر،
الصحه العامه للمريض تكون كويسه، الصحه النفسيه للمريض، لان بعض المرضى بيبقوا جايين انت حضرتك مش متخيله مثلا ان هو عنده هيستوري مثلا وفكره من ابن خاله ابن عمته والده والدته بيسمع كلام من الحواليف بسبب قدم مشكله في رجله. فلازم السبورت النفسي والدعم النفسي ان انت هتبقى كويس، وده حقيقه لو التزم، دي مهمه جدا. يبقى الدعم النفسي والدعم الطبي والغيارات والمضادات الحيويه بيخفوا كويس جدا ويتعافى ويرجع انسان سليم ويمشي كويس. تمام. طيب دكتور هاني، يعني انطباع حضراتكم ايه هنا كاطباء بعد التعاون مع مؤسسه صناع الخير تحت مظله التحالف الوطني؟ انا شايفه ان المؤسسه ايضا بتكمل الدور التوعوي مع حضراتكم هنا في تعاون ما بينكم كمؤسسه حكوميه وبين المؤسسه مؤسسه صناع الخير كشق غير حكومي. انطباعات حضراتكم ايه؟ بص حضرتك، احنا كنا محتاجين لحاجه زي كده حقيقه يعني. يعني انا مثلا كشفت على المريض وكتبت له من ضمن الحاجات مضادات حيويه وغيارات. طب المرضى مريض السكر في الغالب بيحتاج انه يغير فترات طويله، يعني ممكن تخيل ان حضرتك يغير المريض بهذا الشكل على جرح لمده 3 4 شهور، هتبقى تكلفه باهظه جدا. فالمؤسسه هنا ومؤسسه صناع الخير بصراحه هم هيساعدونا في تغطيه الجزء اللي كان ممكن ان يفقد رجله بسبب انه مش قادر يغير. تمام. يوفر تمام. عليه مثلا تكلفه الغيار، فكنا محتاجين الخطوه دي لانه بيكمل شغلنا كطبيب. بيكمل بقى الجزء المادي اللي هو مثلا المريض ما يقدرش يتحمله، ايضا الجزء النفسي. انا شايفه برضو ان المؤسسه بتقدم دعم نفسي وبتقدم ايضا دعم توعوي. دي حقيقه، دي حقيقه. واحنا الحقيقه سعداء جدا بهذا التعاون ما بين كل مؤسسات الدوله، وفي الاخر يعني كلها في صالح المواطن وفي صالح اهالينا. نتمنى الشفاء والصحه والسلامه لكل اهالينا ان شاء الله كلهم. اللهم امين. الف صحه وعافيه. بشكر حضرتك ان شاء الله. شكرا.